السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل اسبراي رائع جدا لتفتيح أي أماكن غامقة في الجسم. اتفقنا بنعمل وصفات كتير للتفتيح علشان لو في وصفة ما فادتكيش تفيدك غيرها إن شاء الله، وبرضو البشرة بتحب التنوع، ننوع كل أسبوع في وصفة جديدة عشان البشرة ما تاخدش على حاجة معينة وتبتدي تمل منها وما تديكيش نتائج. يا رب النهاردة. ورجعنا تاني يا بنات، معايا معلقه من الشاي الاسود او الشاي الاحمر، بتلكوا عليه الاسمين دول. الشاي المصري بتاعنا معلقه من الشاي الاسود، روعه جدا جدا في تفتيح الاماكن المغلقه اللي هي بعيده عن الشمس. الاماكن المغلقه اللي هي تحت الابط ومنطقه المهبل بين الفخذين، المؤخره، الاكواع والركب، كل ده روعه جدا، بيفتح بشكل طبيعي ومن اول مره بتلاقي النتائج ان شاء الله هايل. طيب دي اول او اول مكون معايا. تاني مكون اللي هو الخل. الخل روعه جدا جدا، بيقلل من الالتهابات اللي بتطلع في البشره او في الجلد، بيمنحها، بيقللها قوي قوي، وكمان بيمنع ظهور الشعر زي ما احنا اتفقنا مع الاستخدام يوم او يوم لا. بيفتح، بيشيل كلف قديم، بقع، تصبغات، بقع شمسيه، كل ده بتخفيها ان شاء الله. طيب احنا هنعمل ايه؟ هناخد معلقه من الشاي الاسود وعليه معلقه من او معلقتين من خل الابيض، بلاش خل التفاح. انا كده نقعت المكونين مع بعض، بقوم اغسل البشره بميه مائله للسخونه، ما بعملش سكراب بقى، الشاي هيعمل لي سكراب هايل جدا مع التفتيح برده. طيب انا ليه حطيت الخل على الشاي؟ اقول لكم، زياده تاكيد الوصفه قوي ان هي تدي نتائج اقوى وتفتيح هايل ان شاء الله، وكمان يمنع الماده الصبغيه بتاعه الشاي الاسود ان هي تصبغ على جلد بشرتي او جسمي. تمام، هعملها مثلا في البشره، بعمل تيست بسيط الاول، تيست بسيط تحت الخد كده، وبسيبه دقيقتين وبعد كده بغسل البشره. لو حسيت بحكه او حرقان او تهيج في البشره، سوري ما بجيش جنبها في بشرتي اللي هي في الوجه، هتنفعني ان شاء الله في باقي الجسم، لكن ما تقلقوش مش هتعمل اي تهيج ان شاء الله، لان الخل بيمنع الحكه اللي بتيجي في الجلد اثناء تطبيق اي وصفه. تمام، طيب انا كده هعملها في البشره مثلا يا واحده، انا بشرتي استقبلتها. بغسل البشره زي ما احنا اتفقنا بميه ساخنه مائله للسخونه يعني عشان افتح المسام بس اهم شيء، وبعد كده بنشف وببتدي اطبق الماسك بتاعي على الوجه كله بحركات دائريه عكس عقارب الساعه، وتحت العين بحاجه بسيطه كده، مش فوق يعني مش جوه قوي كده، تحت العين كمان مكان الهالات. تمام، وبسيبه 5 دقايق او 10 دقايق على قد ما تستحملي، وبعد كده بتغسلي بشرتك. وما تنسوش الكارثه اللي انتوا بتنسوها ديت يا جماعه، بعد تطبيق اي وصفه والانتهاء منها بتنسوا تغسلوا بشرتكم ميه ساقعه وتمشوا وراها او مكعب تلج، او تمشوا وراها مكعب تلج. تمام، ممكن تغسليها من ميه الحنفيه، وبعد كده ما تنسيش مكعب التلج عشان نغلق المسام وما تتعرضش لاي بكتيريا او جراثيم او اي حاجه. بنعملها يوميا قبل النوم علشان مش هينفع اعملها بقى قبل النزول والبشره تتعرض بقى للشمس والكلام ده، بنعملها قبل النوم. اي ماسكات بتعملوها قبل النوم تنامي بشرتك نظيفه كده. باقي الجسم برده نفس الخطوات اللي عملتها، بعمل هو انا قلت لكم ما تعملوش مقشر، ممكن ما تعملوش مقشر، هو حلو تمام زي ما قلت في المنطقه الحساسه، برده ما تعملوش مقشر، تغسلوا كويس الاماكن، اهم شيء بميه دافيه وتنشفوا كويس، وبعد كده تطبقوا الوصفه وتغسلوها. روعه جدا جدا جدا. بصوا انا مش هقدر اكلمكم، انتوا هتقوموا تجربوها ان شاء الله وهتلاقوا النتائج مبشره. الاهم ما تنسوش بعد ما تخلصوا تحطوا كريمكم المرطب وتناموا وتصحوا الصبح هتلاقوا بشرتكم تحفه تحفه. يا رب النهارده اكون افدتكم وما اكونش طولت عليكم وتكون المعلومه وصلت كويس. حطوا لايك بقى فضلا وليس امرا عشان ناس كتير تستفاد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.